أختي كرهتني في الجواز وخلتني أفكر في أكتر حاجة حرام في الدنيا. أنا يوسف من المطرية، عندي 28 سنة، عندي 3 أخوات غيري، إحنا ولدين وبنتين. أخويا الكبير متجوز وإخواتي البنات متجوزين، وأنا عايش مع أمي في البيت، بشتغل في قطاع خاص، وحالتي متيسرة شوية. اتعرفت على بنت زميلتي في الشغل وحبينا بعض، وبصراحة أنا بحبها جدا، وقلت لها إني على آخر السنة هتقدم لها، وعرفتها كمان إننا هنعيش في بيت والدتي لأني مش متيسر أجيب شقة ليا. والبنت كانت بنت أصول ووافقت على الكلام، وبدأت أمهد لأمي الكلام إني هتجوز وهعيش معاها في البيت. وأمي ست طيبة جدا وما بترفضليش طلب، وكانت الدنيا ماشية معايا تمام. وفي يوم راجع من الشغل لقيت أختي جايبة عزلها وجوزها وولادها وجاية تعيش في البيت معانا، وأنا كان فاضل على ميعادي مع البنت شهر واحد. قلت لها أنا عايز أتجوز وهعمل شوية تشطيبات في البيت. ردت عليا بكل برود وبجاحة وقالت لي أنا مش ماشية من بيت أبويا، ده بيتي زي ما هو بيتك، أنا بناتي كبروا وما ينفعش يعيشوا في منطقة شعبية زي اللي كنا عايشين فيها. وسابت شقتها بالرغم إن حالتها متيسرة جدا، جوزها شغال محامي في شركة كبيرة وحالتهم المادية كويسة جدا، ربنا يزيدها. قلت لها طيب ممكن تبيعوا البيت اللي في المنطقة الشعبية وناخد فلوسه ترموها في مقدم شقة من شقق الإسكان، وبعد كده تقسطوا وتبقى بتاعتكم. رفضت وقالت لي لا، مش هعيش في إيجار طول ما بيت أبويا موجود، أنا عايش مع أمي في شقة إيجار قديم وطمعانين فيه. ما بقيتش عارف أتصرف إزاي، ولما قلت للبنت اللي بحبها إن هاجي أتقدم لها آخر الشهر لكن حصل ظروف غصب عني وحكيت لها اللي حصل، قالت لي تعالى ويبقى نبني مستقبلنا مع بعض. وبصراحة قمة الاحترام وتفهمت ظروفي، ولما جيت اتقدم لها قلت لأمي وقلت لها تيجي معايا. أختي عرفت وأصرت إنها تيجي معايا، قلت يمكن تفهم الظروف وتقف معايا تصلح اللي عملته، لكن اللي حصل كان غير كده. لما دخلت بيت البنت واتكلمت مع أبوها كان الموضوع ماشي زي الفل، وبابا البنت كان شايفني راجل وقادر إنه يشيل المسؤولية. ولما سألني على موضوع الشقة قلت له هعيش مع أمي، أنا وأمي بس اللي عايشين في البيت. لقيت أختي بتقولي أنت عايز ترميني أنا وجوزي وولادي من بيت أبويا، وطبعا أنتوا عارفين بداية الكلام ده في بيت ناس غريبة. وقتها أخدت أمي ومشيت بعد ما أختي كسفتنا قدام الناس، وبقيت مش عارف أعمل إيه. كلمت البنت اعتذر لها على اللي حصل، لقيت باباها بيقولي بص يا ابني أنت زي ابني لكن مالكش دعوة ببنتي تاني، وشوف حياتك وابني نفسك، أنا بنتي مش هرميها. وقفل وقتها كل أبواب الدنيا. وقتها فكرت اني اخلص من اختي وجوزها، لكن قلت طيب وبعدين، ما انا كده هكون ضيعت نفسي وارتكبت ذنب من الكبائر. انا بجد ما بقيتش عارف افكر، بالله عليك وفكروا معايا قولولي اعمل ايه او اتصرف مع اختي ازاي، شاركوني برأيكم قبل ما ارتكب جريمة.